ما الأمر الآن؟ ألا تحبين البرد؟ لن نبقى في الداخل اليوم، فأنا وأنت لدينا طقوس لنفعلها. خذي، ارتدي هذا، إنها تخص ابنتي. جيد. اليوم سأذكر اسمك يا فتاة، ولكن هل سترده الملهمة؟ الأم عادة هي من تعلن. لو كان لديك أم، سيحضر جميع سكان القرية وستؤدي الحكيمات الطقوس، ولكن إننا منبوذون حتى لو نحافظ على شعائر القبيلة، وإلا سنصبح مثل القدامى عديم الثقة الذين تخلوا عن الملهمة، ولكن الذي دمرهم شرهم، وأصبحنا نستمتع بعظمة الكون، وحوش الجو والماء والأرض والحياة. فرق كبير بين صيد الوحوش وبين صيد الحدودات. علينا التواضع واحترام طاقتها. سأعلمك هذا يوما ما. تجربة على اليوتيوب، وحاول أوفر أجمل اللحظات بطريقة إبداعية وكوميدية إن شاء الله، ودائما أبحث عن طريقة أسعد المشاهد وأستمتع في الفيديوهات، وكون مؤثر بطريقة أو بأخرى في المجتمع بطريقة إيجابية، وندخل البسمة لقلوبكم عن طريق الإبداعية في إنشاء المحتوى. لا لا لا، على ركبتك، لقد حان الوقت. وهذا نعم يمكن الحديث إليه. أتيت وهذا مباركة التسمية؟ ألم تمر 6 أشهر منذ أن عهدنا إليك؟ عندي أن يكون أهم المؤثرين في العالم العربي بصناعة الجيمينج، حلم دائما أفكر فيه، دائما أحاول أن أطور فيه في صناعة المحتوى، سأبارك من في العالم العربي. وشكرا لكم. روست، هيا الآن اذهب واستعد للإعلان. هيا. الأم العظيمة تحتاج تلك الطفلة إلى اسم للتعريف بها. آمل أن يغمرها حبك كما تغمر الشمس الأرض بالدفء. فلتنطق اسمها. إيلوي. ولذا اسمها مبارك. أوقفوا هذا في الحال. ماذا فعلت؟ قمت بمباركة اسم طفلة. عنيدة، تطلقين على تلك اللعنة طفلة. إما أخبرتك عن مولدها أيتها المنبوذة؟ أجيبي. نفذت ما طلبته فحسب. تربيتها أجل. لم نقل شيئا عن الحب. يكفي. وأنت تبهركين وكأنها واحدة من النور. أعرف واجبي تجاههم وتجاهك. أنا هنا وحيثما ذهبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة شباب، ورجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن لعبة هوريزون. هوريزون المهم نزلت على البي سي، لعبة جدا خرافية على بيج جيمز ستور على ستيم. أخذتها أنا من بيج جيمز. المهم أنا بهذا حكي كلياتكم. هلا خلينا نبلش بتجربتنا للعبة، جدا خرافية مثل ما شفتوها بالتريلر. هلا رح نبلش أنا بعمل لها لعبة جديدة، في عندي شوية أداة رح أضبطها.
تمام. والله دخلنا الى اللعبه بعد ما عملنا بعد 6 سنوات. طبعا انت ما شفت الانترو. والله يا زلمه انا شفته انه كان عم بيحكوا الانتقادات عليها، بيحكوا انه الجرافيك تبعها جدا سيء. يا زلمه شوف خرافي جد. تجاوز بدرك بس خلف الاف تجاوز. ما ما زبنت كم عادي كنا بدنا نشوف ايش صار. لو في لاج شكله الستيم ما نزل. طيب هدف الدخول الى الكهف وما فهمنا ايش صار الدور الحديث، بس يعني اتس اوكي ناو. واو واو والله اللعبة خرافية يا شباب. خلاص هاي رح تصير لكم سلسلة من هون لتخلص اللعبة. اثر على الاشياء اضغط جي للجلوس للجسم. يعني هيك اصلا. ايوه هذه انقاض عصر الحديد. عصر الحديد حلو. احد الاماكن القديمة. حلوة يا عصر الحديد. والله جميلة يا معلم. امرني روس ادخل اماكن الكهان. امرني روس ساعثر على مخرج. يوجد شيء لامعٌ هناك. واو جميلة. أو حاطين جهاز هون اللي بيحكي فيه متبع بالجيمز جهاز تواصل. واللي يعني هي تحنطت الجسة والميكروفون سمون فيه، بس ما تقلها لا يكون شغال وتقدر تحكي فيه مع الأرض. واو واو شلون مسك دماغه. هل من المقولة تكون تكنولوجيا مستقبل هيك؟ والله لا العاب لك. تشوف شلون دقة الرؤية يا زلمة. بيقولوا الجرافيك تبع سيء. واو يا فا عمى أضواء. واو في كل مكان. يا لطيف كيف يفعل هذا؟ شو؟ حدد المسح، حدد المصاطب بالضغط. باب معدني مغلق، ربما يمكن لتلك الأداة أن تساعد. استخدم الجهاز لمسح الغرفة. كيف أفتحه؟ باب القبو محصن نحن بهيكل بشكل هائل. ما زال القفل سليم. ايه وشلون دخل القفل؟ يعني هذا مثل الجهاز بقدر استفيد شكل متصل بالباب بطريقة ما. استخدم القفل الهيدرولي. المزيد من الاضواء. كل الطاقة وصل بالاذن. اتوقع هيك لازم يفتح. تغير لوني. عد الى الباب فتح. عثر علي. وجدني روس. المجد للأم العظيمة. تعالي خذي بيدي. لا تنتمين إلى هناك. تعالي. شو لا تنتمين هناك؟ شن هدول ما هم بشر يعني؟ تلك الأماكن محرمة يا إيلوي. لقد سقط. إنها من عصر الحديد. إيش يعني عصر الحديد؟ ما الذي على وجهك؟ لا شيء. أوجدته بالأسفل؟ لا. أعطيني إياه. واو علم بدأ النظارة. لا إيلوي مثل تلك الأشياء خطرة. لا. حسناً إن كنت ستتسللين من المنزل فعليك تعلم النجاة في البرية. هيا إيلوي. لا حكي جملة قوية. إلى المنزل. قال لي بدءاً من الغد ستتعلمين الصيد. أبو يا بتشوف التكنولوجيا واتشوف تلك الأشكال. ما معناها؟ أمسكي قوسك.
أترين هذا النبات؟ اسمه سالم براش. اجمعي حبته في حقيبتك. جيد. والآن كلي الحبات. شلون ناكله؟ قد يكون مذاقها مريئا، ولكنها قد تنقذ حياتك. املئي حقيبتك دائما بالحبات الطبية والزهور والنباتات. أين نحن؟ شلون العلاقة طيب؟ هذا الوادي جزء من منطقة بوتقة الأم العظيمة. البوتقة؟ قبيلة نورا ترعى هذه الأرض وتبعد أخطر الروبوتات. أوف. عادة على امتداد النهر سنجد قطيعا من الروبوتات. وسأعلمك طريقة الصيد. هل هي خطرة؟ كل الروبوتات خطرة يا إلوهي. واو. يجب احترام قوتها. إيش؟ سأكون إلى جوارك. جد. طمنتنا على خير. إلوهي، روبوت قادم. انبطحي واتبعيني إلى العشب الطويل. هناك. ابقي منبطحة. صغار. كلا يا إلوهي. هذه الروبوتات تسمى المراقبون. تعلمي أن تتجنبي مجالها إن كنت تريدين النجاة في البرية. سأريكي. أنصتي وافعلي كما أفعل. لا تتحركي. انتظري حتى يمر. وش ده؟ ابقي منبطحة وادعيني عبر الأثر إلى ذلك العشب الطويل. واحد آخر. دعيه يمر. واو. شوف شوف العشب شو عم يتحرك. واللون قال بيقولوا اللعبة الجرافيك تبعها مو كويس. يا الله. لما تحرك ببطء لن تثير جلبه، والمشي المنحني أهدأ من العادي. انتظري. شوفي هذا واحد ثاني. هذا آخر واحد. فلنتحرك. أبليت حسنا. لم يروك أو يسمعوك. ابقي قريبة. يفترض أن القطيع في الأمام. من هذا؟ تجاهليه. ليه ما هو هناك؟ شنط. إنه يبتسم لنا. تيب. عد إلى حيث تنتمي. تيب. أين أنت؟ مين ديب؟ تجاهليه. نحن منبوذون وهو من القبيلة. ربما لا يحب القبيلة. إنه أحمق إذن. هيا فلنبحث عن القطيعة. اتبعيني. هناك. أترينها؟ تدعى روبوتات سترايدر. ها هيا. إيش روبوتات آلية؟ لماذا أبعدتها؟ يوريك كيف أن بعض الروبوتات تخاف سريعاً إن كشفت وجودك وتهرب. أفضل وسيلة للوصول إليها هي التسلل. لا تقلقي، سنلحق بها عندما نتقدم في الوادي. سترين. الآن أريد العثور على بعض الصخور التي تناسب حجم كفك. لماذا؟ افعلي ما أقوله يا إلوهي واجمع الصخور. والله ما جيب لك. سأريك استخدامها. سيكفي هذا. اتبعيني. ها هو القطيع. حسناً، هذا وقت إلقاء الصخور. لا تستطيع الصخور إيذاء الروبوتات. كلا، يمكنها تشتيت انتباهها وسحبها للفخاخ. ذلك المراقب مثلا يجب التعامل معه، وإلا سيحذر القطيع فيهرب قبل وصولنا للمدى المناسب. يحذرهم؟ كيف؟ الروبوتات تتواصل سويا يا إلوهي، إلا لو تم كتمها في البداية. ابقي هنا في المرتفع عند إشارتي. ألقي الصخور واجذبي المراقب ناحي. حلو. انزل. احصد الغنائم لأعلمك صنع السهام. حلو. هنا. انبطحي في العشب وابقي هادئة. حان الوقت لأول قتل لك يا إلوهي. واو. سترايدر. من الروبوتات الضعيفة. حتى الروبوت الضعيف يمكنه قتل الصيادة إن كانت مهملة. يجب أن تدرس الفريسة. جلدها سمين، لكن طبعاً لديها نقاط ضعف كعينها. أيمكنك تخمين أخرى؟ البت الوقت. العنق.
علبة على ظهري، أتلك نقطة ضعف؟ أجل، كيف عرفتي؟ الجهاز، لقد أظهر لي هذا. تلك اللعبة؟ كفي عن العبث. والآن أسقطي ذلك الاسترايدر، استهدف العين أو العلبة على ظهره، وإن اندفع نحوك فتأهبي للدحرجة بعيدا. ضربة جيدة. استهدف العين. اضرب. دمر العين. إذا ما كان يضرب. أحسنت اليوم، لكن لا يزال أمامك الكثير لتتعلمه. غدا سنتمرن ثانية. ماذا حدث؟ ذلك الفتى على مسار المحارب. اتبعيني يا إيلوي. هذا بيت بقاعد. حلو، هلا بدك تبني صداقة. بدهم يهجموا عليه ونحن لازم نفوزهم. لا يمكنني فعل شيء. مسألة وقت قبل أن تعثر روبوتات على الفتاة وتقتله. إن سدت سأثير ذراعهم وسيدهسونه. أرى الطرق التي سيدفعونها. كفي عن الحكايات. لا أفعل، يمكنني التسلل. لن تفعلي. ماما إيلوي. ايش اسوي؟ تيب. ايه تحبت التيب. انت ماذا؟ كيف؟ اتبعني. تفعلين هذا؟ تقنية توقفكم أيها البشر. كيف يمكن هذا؟ صلي على النبي، أنت ومش معي، بس صلي على النبي. وينك؟ الله عصب عليها، شكله بدي أخذها من أذنها. إذن هذه ليست لعبة. هيا نعم. مهلا، الأم العظيمة تبارك الفتاة. بورك توما، لقد أنقذتني. لقد أردت فقط. يا أطبق شفاهك، إنهما منبوذان وهي ليس لها أم. شو ما لها أم يعني؟ حلو، تعال لنعد لقلب الأم. أما خرط كف. ما كان على الفتى أن يكلمنا. والله قصة جميلة. هذا ضد القوانين. سنذهب للمنزل. شاني؟ اتبعيني. أعرف الطريق.
شلون نعرف هي مالها أم و... أغلق فمك يا فتى. أغلق فمك معصب. أغلق فمك. أبو عراس الحيوان. ابتعدي عني يا عديمة الأم. أبو كبيرة. آه يلا دي ناخذ العقل قوية قوية والله قوية سكت الدم ابتعدوا عن هناك ارجعوا لقلب الحبات شلون ضربها ابن اللذينة أنت تنزفين سألقي نظرة ها هي اثبتي سأخرجها لماذا؟ لماذا أنا منبوذة؟ إيلوي الوقت غير مناسب من كانت أمي؟ إيلوي أخبرتك قبلا ليس لنا معرفة هذا حينما أحضرتك الجدات الحكيمات إلي كنت وليدة إذن الحكيمات تعرفني الأمر ليس بسيطا ولكن هل يعلم؟ إيلوي نحن منبوذون كيف أدفعهن إلى إخباري؟ الحكيمات؟ ربما هناك طريقة إذن أخبرني ستكون خطيرة كيف؟ قد تستغرق سنوات من التدريب لا أهتم كيف أفعل ذلك؟ أخبرني الإثبات طقس المرور السنوي للقبيلة من يجتازوه يصير محاربين لكن من يفوز تمن الجدات الحكيمات عليه بعطية عطية؟ أجل أيًا كان ما يريده الفائز إذن سأفعلها حلوة التحدي جميل جدا سأفوز بالإثبات فهمت يجب أن نبدأ إذن سيكون تدريبك شاقا وسيستغرق سنوات نبدأ التدريب أجل سأتبعك واو هذا ظلت تدرب لحتى تكبر سنة 18 سنة أو 14 سنة هيك شيء توقعي هاي بعد عمر 6 سنين يعني لعمرها فإذا هي لازم تتدرب بدها 8 سنين أوه يا معلم بدي أصير بطل والله راح يتعبوا علي كثير الشباب لتصيد أرنب نفس يلا معك تقوين هو الحامي إلها شوف على البول عنده شيء خرافي طب هي هذا الجهاز حطته بإذنه ما يفضل من الشحن نايس تقدمت بلشت تتقدم في تقدم الحوض طبكي طبة حلو طلعت لحال يا هادي الإصرار غير شكل هسه المصيبة إذا أنت وقعت بجورة وأنت حمار ما تمد إيدك هلا كبرت هلا ظلنا طايدة تكبر أكيد لا والله لا والله كبرت الله العظيم صارت احلى هلا شو صارت مو واو جد اشي خرافي اوف صارت يطلع قد الروبوتات يهربوا منها واو اتحسن مستواها كثير والله يا معلم واو داي وعم بيشتري بلاي ستيشن 5 بس عشان يجرب اللعبه الجزء الجديد كان ما بدي يعني والله شي بومباستيك لسه حاطط على اثنها حلو اين سوف تنقلنا اللعبه في مرحله قادمه
روست. روست مين هذا روست؟ اه روست هذاك الاختيار صح او زمان. روست روست والله انت مالك بردانه بهالبرد. اين هو؟ يومان قبل الاثبات ويخرج من دوني؟ ما كان ليفعل ذلك؟ حلو وصول المستوى الثالث. نايس ممتاز. معناته لازم نروح ندور على روست صح؟ تمام. تجربة ايش؟ ذلك على دمى. قال سنذهب للصيد صباحا. ممكن اذا طالب على روبوتات صغيرة بالضغط على الشفت مع طلقة قوية. واو الو بام باستك شي نايس. ماذا يفعل هنا؟ هذا كوريس لقيته. هذا شكله بارك. انتظر انه يقف هناك. شو النط؟ ماذا به؟ الو لو 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 ايش عم تسوي عجي؟ انا بارك عم انتظرك وانت جيت هون. ضل يومين للاثبات. ايلوي انت هنا؟ نعم. عندما قلت اننا سنخرج للصيد لم اعرف انني ساتتبع اثارك. علينا التحدث. على ايش؟ كنت افكر في تدريبك يا ايلوي. تعلمت حلو. الصيد وتعلمت النجاة. حلو. لكن يوجد درس لم اعلمك. انا في شيء ثاني يمكن لازم اشغل المخ. اتتعلمينه؟ بالطبع لا. ساتعلم ما تريد تعليمه لي. حدثت بعض المتاعب مؤخرا توفر فرصة لتعلم هذا الدرس ولكنها ستكون خطيرة. كوني مستعدة. طيب. وإلا ستموتين. لا يا شيخ جد. انزلي إلى البوتقة واصطادي حتى تجمعي عناصر صناعة أسهم نارية. أسهم نارية؟ ما المشاكل التي تتحدث عنها؟ بحصولك على الأجزاء ستقابلينني هناك عند البوابة خلف قرية قلب الأم. البوابة الشمالية؟ عند حافة البوتقة؟ أجل والآن تحركي. سأجمع الأجزاء لكن أنا سأزور كارست أيضا. إيلوي ذلك الرجل ينتهك القانون في كل مرة يحدثك. ويسعدني هذا. أريد شراء قاذف صاعق ويرفض باقي التجار بيعه لي. خزنيه مع الذخيرة إذن سيفيدك ذلك السلاح الليلة. ينظر هذا بالشؤم. أيوة. حسنا أراك عند الدوار. في شيء كبير رح يجينا. نتوقع أن عن هذا القدر نكتفي اليوم إن شاء الله. بالفيديو الجاي رح نكمل لكم هيريزون. أنا لعبة جدا ممتعة صراحة وأنا جدا مستمتع. فلذلك بكرة رح نكمل الفيديو. بس كنا هون نهاية الفيديو. لا تنسوا لنا لايك والاشتراك وتنسونا كل يوم فيديو جديد. حلقة جديدة ساستي. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.